رح نختم مع أعمال الهاند ميد ورح نتعرف من خلالها على لمسة فنية وابتكارية بعالم العبايات والمشغولات اليدوية اللي بتحمل بصمة خاصة للزركشات التراثية والخط العربي. اليوم هذه ضيفتنا جدا مميزة رنا السوسية، ضيفتنا ضمن هالفقرة وهي مصممة متخصصة بالعبايات والأعمال اليدوية اللي بتحمل البصمة التراثية، وقدرت أنه تبتكر طريقة فريدة من خلال مشروعها لإضافة العلاقة على إطلالة كل أنثى اليوم، ومن خلال عبايات مزركشة بالخط العربي، وبالإضافة إلى إضافة لمسة خاصة على لحظات ومشاهد هامة بحياة كل سيدة اليوم، ومنها كمان إقامة حفلات وإضافة لمسات سحرية مثلا لحفلة معرفة جنس المولود أو إقامة الحفلات لتوديع العزوبية، وهي جدا لحظات هامة وفارقة بحياة كل صبية أو سيدة اليوم. رح نستضيف اليوم رنا السوسي ونصبح عليكي. يسعد صباحك. صباح. صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا فيكي. مشروع كتير حلو، كنا عم نسمع تفاصيل اليوم عن شغلك. خلينا نبلش هيك نوضح للمشاهدين كيف بلشتي مشروعك. هلا أنا بلشت بعام 2019، كانت الفكرة إني أنا حابة أشتغل شيء له علاقة بشهادتي الجامعية كوني أنا دارسة مانجمنت. وقتها هيك فكرة هيك جتني هيك الفكرة إني أنا أعمل رواب الساتان اللي مطرز عليهم اسم العروس وتلبسهم هي ورفقاتها وأهلها بالصالون أو مثلا بحفلات توديع العزوبية. وقتها عملت بيج على انستغرام ونزلت الصور وكثير لقيت اقبال على هي الفكره. حلو. وبعدين الصبايا صاروا يعطوني مثلا فكره وانا طورها، مثلا بدهم هديه لرفيقتهم، بدهم ياخذوا الهديه للعروس تطرز على البشاكير، العروس حابه تطلع بنانس مثلا بجهازها تطرز عليه اسمها اسم العريس. حلو. وهيك والله فكره صارت تجر فكره وبلشت انا اطور فيهم، بعدين صار مثلا اعمل طواقي القش اللي بتنلبس على البحر والمسبح طرز عليهم، صرت فوت بقى بالمناسبات انا. مثلا حدا عنده حفلة تخرج صرت اعمل لهم الوشاحات التخرج باسمائهم شو دارسين وطواقي التخرج حتى. ايوه الحمد لله، يعني هيك فكره جرت فكره. يعني اليوم رنا السوسية تفردت بمجال مطلوب كثير من قبل الناس والسيدات والصبايا اكثر شيء، واللي هنن كمان كنتي تعطي افكار مبتكره وزينه حلوه لمعرفه جنس المولود. تمام. وكمان حفلات العزوبيه، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا انا بعد ما عملت شغلات تبع توديع العزوبيه صرت افكر شو ممكن اعمل شيء جديد، صرت افكر انه العروس بده يجيها بيبي، شو ممكن انا اساوي؟ صرت اعمل تقومه الدياره وطرز عليهم اسم البيبي، واعمل الرواب الساتان مثل لون بيبي بينك وبيبي بلو كرمال ممكن تلبسهم على المشفى، او اذا هي الحفله تبعت الجندر ريفيل اللي هي تحديد جنس المولود. وقتها كثير لقيت اقبال عليها كمان، وانه حبيت انه انا عم شارك بقى بكل مناسبه كان انه عرس ولا ولاده، والحمد لله يعني لقيت اقبال كثير حلو عليها. تمام. رنا كمان احنا اسابيع وايام قليله بتفصلنا عن شهر رمضان، وكلنا بنعرف بيكون في تحضيرات كثيره اليوم، خلينا نحكي عن العبايات اللي اشتغلتيهم، كيف بلشتي فيهم وشو هي الاضافات يلي بتميز شغلك اليوم بالعبايه؟ تمام. هلا بما انه خبرتكم انه انا حابه اني اكون موجوده باي مناسبه باي فرحه بتصير، انا والدي استعرض شوي ما في مشكله. انا والدي بيشتغل يعني بيصمم بالتقومه الرجاليه، بيشتغل بمجال الالبسه الرجاليه وبيفصلهم. هلا هي شو؟ هي وجه مخده. وش مخده؟ هي وجه مخده. فوقتها انه سالته انه اذا في مجال اني انا اعمل موديلات عبايات خاصه فيني. ايوه. كانت البدايه تبعي ببازار الوان سوريا للمدام رنا الطباع. حلو. وقتها كثير لقيت اقبال وكثير استفدت الحمد لله، وتشجعت على قد ما العالم حبوا الشيء اللي انا عم ساويه اني انا اعمل موديلات جديده، وصرت استنى رمضان الجاي كرمال انا ساوي موديلات احلى لسه. وهيك والله بلشت العبايات. وانه كمان حلو بشهر رمضان المبارك انه الوحده تلبس شيء مستور. اكيد. تمام. وهلا صايره موضه اذا عندك عزيمه فطور سحور انه الواحد يلبس هيك شيء من النمط من العبايات، والحمد لله كثير كان شيء حلو. خلينا كمان يعني هلا كمان استعرضنا شويه من العبايات على الهواء، وهي وش المخده كاسبه عليه رمضان كريم، وعم نلاحظ كثير انه توجه هيك للخط العربي، وعم تكون كثير حريصه على انه ينوجد الخط العربي ضمن شغلك والتصاميم الموجوده. يعني هون في عنا اذا فينا نعرض هذا البشت. ايه شو المكتوب هون بالضبط؟ الحروف هي احرف مفهومه ولا كتابات مفهومه؟ خلينا نحكي الحروف العربيه هي عشوائيه، بس انا توجهت للخط العربي لانه هو الخط يعني اللغه العربيه شيء كثير حلو، والحروف العربيه كمان شيء كثير مميز. وانا كثير بيجيني عالم بدهم هدايا ياخذوها لبرا لاجانب،
فحبيت انه ينتشر اللغه العربيه، والاجانب بما انه بيحبوا كثير العبايات فهن كثير انبسطوا لما عم يشوفوا هيك قطعه عن جد عم يحسوها كثير شيء مميز وشيء كثير غريب. شكرا يا علي، كرمال هيك والله لجأت للخط العربي. يعني شغله كثير حلو واتقان ودقه. اليوم خبرينا كيف عم يكون الاقبال اليوم على نمط شغلك، قد ايه عم تشوفي تفاعل من السيدات اللي حواليك؟ هلا الحمد لله كثير كثير الاقبال حلو وعم ينبسطوا بالشيء اللي انا عم بعمله، ومنهم صراحة عم باخذ ممكن فكرة من هون فكرة من هون، أنا عم طورها. حلو. أيوة الحمد لله، يعني مثل ما خبرتكم إنه أنا انطلقت من بازار ألوان سوريا ولقيت في كثير إقبال وقتها، الحمد لله يعني منه أنا صرت حبيت إني أطور أكثر وأعمل موديلات أكثر. يعني حتى أنا حسيت إنه ممكن العالم ما تميل للتطريز، هلا عم بعمل موديل جديد اللي هو طباعة. حلو. ومثلا الأم وبنتها هلا عم بعمل كمان للأولاد الصغار، فكمان توجهت للشيء له علاقه بالطباع، هو انا لسه ما عملتهم، هي هلا حبيت اورجيكم اياها، هي مصدره من شغلي. وان شاء الله لقدام بدي اعمل موديلات كثير حلوه وجديده ان شاء الله. طيب كمان رنا توجهتي للزركشات اللي موجوده هلا واللي بتحاكي كثير حضارات ومدن، يعني بنشوف فيها هيك شيء خاص مثلا بمدينه كذا او شيء، خلينا نحكي عن ميلك لهذا الموضوع. اوكي هلا انا اول شيء عملته هو كان النقشات الفلسطينيه. هلا كوني انا فلسطينيه سوريه مثل ما بحب يعني بلدي سوريا، كمان انا بحب فلسطين، يعني انا ما زرتها ما عشت فيها، فانا حبيت اني اقدم شيء من تراثها، وهي النقشه اللي انا عملتها هي كانت مشهوره فيها مدينه بيت لحم. وانا كمان بصدر لبرا، فانا كنت حابه كثير انه فكره انه انا اني انشر النقشه الفلسطينيه لكل العالم والكل يتعرف عليها من خلال هالذكريات اللي انا عملتها. كمان يمكن ضمن مشروعك في اعمال يدويه حملت بصمه خاصه برمضان وممكن تعطي لمسه اضافيه على ديكور البيت، خلينا نوضح اكثر عن هذا الشغل. تمام. هلا انا قلت لك حابه اكون انا مشاركه باي فرحه باي شيء له علاقه بزينه باي مناسبه، يعني انا بحب اللي بفوت على صفحتي عنده اي مناسبه يلاقي طلب موجود عندي. فانا بوقتها تواصلت مع كمان شركه رينكوسي بما انه هي يعني تعمل كواليتي كثير حلوه، وخبرتهم انه يعملوا لي شراشف طاولات، طبعا اكيد في كثير انواع زينه انا عملتها بس ما فيني اجيبهم كلهم لاورجيكم اياهم. فحسيت انه هذا الشيء بيعطي لمسه للبيت حلوه، ديكور كثير حلو، وهيك بتحسسي اولادك انه بقدوم الشهر الفضيل بحسوا بالفرحه وبتجهيزاته، وبيكون عندك عزيمه بتتميزي بعزيمتك بالديكور اللي انت عاملتيه. يعني حتى هلا انا كنت اسم صفحتي كنت عاملتها هي برايد فايبس اللي هي اجواء العروس. بوقتها انا كان صعب علي اني غيرها لانه انشهرت بهذا الاسم، بس لما لقيت حالي اني انا عم بعمل اي شيء له علاقه بالتخرج بالولاده بالرمضان بالعبايات ستي اوسع، فحسيت حالي انه لازم اني انا اغير الاسم. وقتها غيرت الاسم لاسم موتيل اللي هو معناته الفراشه. حلو. واخترت اسم الفراشه لانه بحسها بتعبر عن الحب الحظ هيك الفرح، وحسيت حالي انه عم بتنقل مثل الفراشه من مشروع لمشروع من مناسبه لمناسبه، وان شاء الله بالمستقبل بعمل كثير شغلات. طيب من خلال هي المشاريع او مشروعك الخاص هلا اللي نحن عم نحكي فيه، قد ايه كان مهم بالنسبه لجميع السيدات يلي حواليك انهم ياخذوا الهام منك ويقدروا يبلشوا باي فكره بسيطه عندهم وممكن يصيروا هنن مثل رنا او رنا قدوه لهم لحتى تلهمهم على انهم يبلشوا بمشروعهم الخاص من الصفر وهن طالعين؟ هلا انا بنصح اي صبيه او اي سيده اذا عندها فكره عندها هوايه عندها اي شيء هي متميزه فيه انه هي تطوره، هي تشتغل على حالها، يعني ما تضل محصوره هيك بمنظور مثلا صغير، لا هي تتطور. وانا متاكده انه ما في حدا ما بينجح اذا كان عنده اصرار واذا عنده استمراريه وعنده افكار حلوه. فانا بنصح اكيد الكل يكون له مشروعه الخاص ويتطور عليه، وان شاء الله الله يوفق الكل ان شاء الله. طيب اليوم اي سيده عندها مشروع قد ايه مهم اليوم تشارك بالبازارات والمعارض؟ قد ايه هذا الشيء مهم؟ واليوم ممكن تشوف تفاعل الناس، تشوف الامور اللي هي جايبتها بتكون غير على ارض الواقع. طبعا هلا انا كثير بنصح اكيد انه اذا الواحد عنده مشروع يبلش بهيك خطوه، بيتعرفوا عليه العالم. صحيح. بيعرض منتجاته اكثر. يعني انا صراحه عرفت علي العالم وانشهرت من طريق البازار. تمام. يعني انا كثير بتشكر مدام رنا الطباع، كان بازار كثير حلو بجنن ومنه تعرفوا علي العالم. يعني انا كثير كثير بنصح انه العالم تشترك بالبازارات اكيد، يعني واجواء حلوه وهيك الحمد لله. يعني بتفكري رنا انه بالمستقبل او حتى حاليا انه يكون عندك افكار جديده وتطلعي برا هي النمطيه ونشوف شيء جديد ومميز واغرب من هذا الشيء عندك؟ طبعا اكيد انا بحب دائما نكون متطوره، دائما نكون متميزه. ان شاء الله اكيد بلقائنا الجاي بتشوفوا عم بعمل كثير شغلات حلوه وشغلات غريبه، حتى يعني حكون متطوره ومتوسعه بمجال اكثر للعبايات للموديلات،
حتى يعني انا حكون موجوده بفرحه اي شخص، يعني اي حدا عنده فرحه، اي حدا عنده مناسبه انا رح اكون مشاركه فيها ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا رب تشوفوا شيء كثير حلو ان شاء الله. طيب اليوم العبايات اللي استعرضناها اللي كنت جايبتيها لليوم، خلينا نوضح قد ايه بتاخذ معك وقت لحتى تشتغليها؟ ممكن التولي بتاخذي جهد وقت اكثر؟ هلا حسب. هلا مثلا انا كوني اني انا بصدر لبرا، فيعني عندي اوقات مثلا ممكن اكون مضغوطه فيها، خاصه قبل شهر رمضان المبارك. بس مثلا انا عندي شغله مميزه فيها انه اي حدا مثلا هلا بيخبرني بده نمط عبايه محدد، موديل محدد، قياس، لون، قماش، انا قادره اني انا افصل له. يا طبعا بمده مثلا ما بتكون مثل اذا انا عم بعمل كميه، مثلا ممكن لمده اسبوع بتكون القطعه جاهزه بالقياس اللي بده اياه، القماش اللي بده اياه، الالوان اللي بده اياها. فالحمد لله ما بياخذوا كثير وقت يعني. يعني اي حدا عنده طلب خلال اسبوع 10 ايام بكون مسلمته كل شيء. يعني اليوم خلينا نقول انه عم يصير في اقبال كبير على التصاميم يلي عم تعمليها. عم نطلب منك شيء تصاميم غريبه او انه انت ما بتعمليها ولكن بتضطري تعمليها لتلبيه رغبه الزبون؟ اي طبعا اكيد. يعني هلا مثلا في عالم طالبين مني مثلا عبايات عليها صوره القدس وعليها اشكال اشخاص، ويعني هي فيها شغلات معقده شوي، بس انه انا قدرت اني انا اساوي لهم اياها وطلعت نفس الدقة اللي بدهم اياها حتى واحلى. يعني لما وصلتهم القطعة خبروني انه القماش كثير مرتب، الخياطة كثير نظيفة، والطباعة ممتازة يعني الحمد لله يعني، وكثير نالت الاعجاب. واكيد انا فيني اعمل اي شيء، يعني ما حقول لك 99% بيزبط معي 100% الحمد لله. اكيد. بالختام رنا السوسي بدنا نشكرك كثير وان شاء الله يا رب كل النجاح والتوفيق بحياتك. شكرا لك. شكرا لك. لقاءكم حلو، الاخباريه سريعه، اهلا وسهلا، واكيد بنتمنى لك التوفيق. شكرا لك.